كعادتها دائما وانطلاقا من رؤيتها المستقبلية في رعاية وإقامة نشاطات الرماية ضمن أجواء من المحبة والأمان والتآلف، نظمت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد على ميادين نادي الرماية الملكي المسابقة الثامنة للرماية على الأطباق، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات أعضائها، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين. وأقيم النشاط بمشاركة 20 راميا ومن 3 جولات وسط منافسة قوية وترتيب جيد، تمكن خلالها المشاركون من استعراض قدراتهم في الرماية على الأطباق، حيث سجل اللاعب عامر القريوتي حضورا قويا وتمكن من الانفراد بالمركز الأول جامعا 23 نقطة من أصل 30، فيما تمكن اللاعب نايف الخطيب من الحصول على المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وجاء المركز الثالث مكررا من نصيب الدكتور عنان أبو مريم واللاعب يحيى حيمور. اليوم والله كانت المنافسة جدا شديدة، والحمد لله رب العالمين تمكنت من الوصول للنهائي، ومن فضل الله الحمد لله رب العالمين وبتشجيع أصدقائي الحمد لله رب العالمين اللي كانوا معاي من أول ما دخلنا النادي، حصلت على مجموع 23 من أصل 26 نقطة الحمد لله رب العالمين، والمنافسة كانت جدا شديدة جدا جدا شديدة. الأجواء كانت كثير رائعة، طبعا بنشكر الجمعية الأردنية لرياضة الصيد دائما عاملين نشاطات كذا، وبنشكر كمان الداعمين في منهم محلات كبرى الأسلحة والذخائر اللي هم سيد عامر المجالي وسيد ضياء الزاهري، بنشكر تكتيكال يعني كان في دعم مميز منهم، والجوائز تقريبا كانت منهم، والحمد لله كانت بطولة مميزة وفيها مشاركة وفيها تحدي زي ما تقول. الحقيقة كانت أجواء جميلة جدا تنافسية، بتعرف احنا بنمارس هذه الرياضة النبيلة منذ فترة، وأنا وصديقي يحيى حيمور الحقيقة كان التنافس شديد، وحصلنا بالأخير على 3 نقاط بالتساوي، فآثرنا لنحصل معا على نفس المركز. طبعا هذا الفوز إلنا إحنا 2، يعني هو وأنا 1، وحتى إحنا زملاء بالصيد دائما وبنطلع نصيد مع بعض وزملاء بنفس العمل كمان. هذا وقد عبر الدكتور زياد دكسوس عن الرضا التام في إدارة العملية التحكيمية من قبل لجنة الحكام التي أشرفت على إدارة المسابقة. يوم جمعة مبارك بأننا نشوف كل هالإخوان الرماح حوالي 20 رامي شاركوا، في بعضهم بشارك لأول مرة، نشاط رماية كان رائع والتحضير له رائع، والإدارة هون ما قصرت، هو من أيام السعد بحياتي أنا بعتبرها. الحمد لله مرت المباراة كلها بدون اعتراضات يعني ذو قيمة، وأعتقد الكل راضي، وأنا بتأمل أن يكون هذا حافز لأي مباريات تانية بالمستقبل. أهداف كثيرة ارتقت بها الجمعية الأردنية لرياضة الصيد منذ تأسيسها عام 2014، ومن خلال عديد الأنشطة والبرامج التي شملت مختلف مناطق المملكة. للمجلة الرياضية تقرير حيدر بن ياسين.